زاهر. مشاهدينا أهلا بكم. دائرة الاتهام تضيق أكثر فأكثر على محمد بن سلمان داخليا وخارجيا، ورغم كل المؤشرات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن على واشنطن إعطاء المزيد من الوقت للسعوديين لمنحهم فرصة إكمال التحقيق. داخليا، اجتماع لهيئة البيعة السعودية في مؤشرات تدل على الكثير كما كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية. تابعونا. بات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت دائرة الاتهام بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، واجتمعت عليه الاتهامات الدولية ونقمة فئة من الأسرة الحاكمة كشفت عنها تسريفات لصحيفة لوفيغارو الفرنسية تفيد بأن هناك تحضيرات لاختيار بديل عن ابن سلمان. الصحيفة كشفت أن العائلة المالكة السعودية اجتمعت سرا لحل الأزمة. الاجتماع الذي ضم جميع أفراد العائلة الحاكمة كان يهدف إلى مناقشة الأزمة التي خلفها اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. الاجتماع تناول أيضا الجدليات التي تسبب بها تصرفات محمد بن سلمان. أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقالت في تقرير لها إن مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين باتوا على قناعة متزايدة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في عملية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت الصحيفة إن وكالات الاستخبارات لديها أدلة ظرفية متزايدة تشير إلى تورط الأمير بمقتل خاشقجي. أما صحيفة واشنطن بوست التي كان خاشقجي يكتب فيها فنشرت المقال الأخير لجمال خاشقجي باللغتين العربية والإنجليزية، والتي جاءت تحت عنوان جمال خاشقجي أمس ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير. وفيه يقول: لقد كان العالم العربي مفعما بالأمل خلال ربيع عام 2011. كان الصحفيون والأكاديميون وعامة السكان يفيضون بتوقعات لمجتمع عربي مشرق وحر في بلدانهم. كانوا يتوقعون التحرر من هيمنة حكوماتهم والتدخلات المستمرة والرقابة على المعلومات، وما لبثت هذه التوقعات أن أحبطت. أما صحيفة الغارديان البريطانية فكتبت أيضا في مقالة مطولة الأسباب التي من أجلها يمكن تفنيد الادعاء بأن ولي العهد السعودي جاء بسياسة إصلاحية. محمد بن سلمان لم يكن يوما إصلاحيا، وهذه هي الدلائل. في حزيران عندما سمح ابن سلمان للسيدات بقيادة السيارة تم تصويره على أنه مجدد، ولكن في الواقع فإن الحكومة السعودية لم تتوقف في الوقت ذاته عن اعتقال الناشطات السعوديات. وفي صيف عام 2017 اعتقلت السلطات السعودية رجال دين وكتابا ومفكرين بسبب معارضتهم سياسات العائلة الحاكمة التي يسيرها محمد بن سلمان. ثم أتى اعتقال أمراء وأثرياء سعوديين في فندق الريدز كما نتذكر، واتهامهم بسرقة أموال الدولة. منذ اليوم الأول لوصوله إلى ولاية العهد في السعودية بدأ وكأن الأمير محمد بن سلمان يريد اختصار السلطة في نفسه وحصرها في شخصه. بعد إزاحته الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يوليو من العام 2017 وجلوسه على كرسيه، اعتقد محمد بن سلمان أن أمساكه بالقرارين الأمني والاقتصادي في المملكة سيشكل مظلة أمان له ولحلقته الحاكمة، فسيطر على وزارتي الدفاع والداخلية وأمسك بشركة أرامكو النفطية أو بيت المال السعودي قبل أن يقدم نفسه شخصية إصلاحية ومنفتحة في غابة من الفساد. فساد قيل الكثير عن تورط الأسرة الحاكمة فيه طوال عقود، وحاول ولي العهد السعودي إظهار نفسه على أنه أول المتصدين له في المملكة عبر حملة ملتبسة زج خلالها في شهر نوفمبر الماضي بعشرات الأمراء ورجال الأعمال والمال في غرف فندق الريتز قبل مصادرة ثروات الكثيرين منهم.
علم محمد بن سلمان أن علاقته بواشنطن أساسية للوصول إلى مبتغاه، فاستقبله الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة في المكتب البيضاوي، إلى أن كشف الكاتب الأمريكي بوب وودوارد في كتابه الخوف عن معلومات توثق الدور الأساسي لجاريد كوشنر سهر ترامب في تسلم بن سلمان لولاية العهد. رؤية 2030 للتنمية والإصلاح الاقتصادي مشروع سوق له ولي العهد السعودي بعناية في الداخل والخارج، حتى بدأ لكثيرين وكأنه يربط مستقبل السعودية ومصيرها ببقائه في السلطة لفترة طويلة. رؤية لم تسلم من موجات التشكيك، ورأت مجلة فوربس أن من الصعب تطبيقها لأسباب اقتصادية كثيرة، والمقصود هنا انهيار الاستثمارات الخارجية العام الماضي في المملكة إلى ما دون المليار ونصف المليار دولار، وتزايد نسب البطالة وتعثر القطاع الخاص، فضلا عن اعتراف الخبراء بصعوبة الابتعاد عن الارتهان لمداخيل النفط. وإلى جانب كل ذلك بروز معارضة قوية من داخل العائلة المالكة لمن وصفته واشنطن بوست سابقا بالرجل الأقوى في المملكة. من الدوحة أرحب بالدكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على أن ينضم إلينا ضيف آخر من واشنطن. أهلا وسهلا بك معنا دكتور مروان. إلى بقية هذا الخبر، لازلنا نتابع تطورات قضية اختفاء خاشقجي، ولو أن يعني كان الأمر قد يبدو واضحا منذ البداية، مع ذلك بومبيو يأتي في هذه المرحلة ليقول إنه يريد إعطاء مزيد من الوقت للسعوديين، لماذا هذا؟ يعني واضح سلوك الرئيس ترامب تحديدا ووزير الخارجية، لأنه يبدو لي أنه في تيارين داخل واشنطن الآن، تيار يقوده الرئيس ووزير الخارجية الذي هو الأقرب إليه طبعا بين مسؤولي إدارته، يحاول تقديم المصالح على كل ما عداه، بمعنى أنه لماذا نلتفت إلى موضوع حقوق الإنسان، لماذا نلتفت إلى قضايا القيم في السياسة الخارجية، هذا الأمر لا يعنينا إلى حد كبير. ولاحظت الرئيس ترامب خلال الأيام القليلة الماضية كان يتحدث عن باستمرار عن عقود أسلحة بمليارات الدولارات مع السعودية تخلق فرص عمل بمئات أو مئات آلاف فرص العمل، كان يخاطب الناخب الأمريكي بهذه الطريقة لتبرير موقفه الداعي عمليا إلى يعني مراعاة المصالح على حساب أي شيء آخر في العلاقة مع السعودي. وأنا أعتقد أنه هذا نهج الرئيس ترامب يعني منذ قبل أن يكون رئيسا واستمر به بعد رئاسته. وأنا لا أستغرب أنه الوزير الخارجي يردد ما يقول الرئيس، لأنه كما ذكرت لك هو يتحدث يعني يفكر أو يقول ما يفكر به الرئيس بشكل دائم، لذلك يعني لكن يعني كيف استطاع الثبات على تغليب منطق المصلحة رغم ذلك الكم الهائل من الضغوط الداخلية في الكونغرس من المنابر الحقوقية والإعلامية والضغوط الخارجية أيضا؟ لم تعد هناك صحيفة إلا وكتبت منتقدة ولي العهد السعودي، منتقدة العلاقة السعودية بالعالم الغربي، ومنتظرة من هذا العالم أن يتحرك. نعم هذا صحيح، يعني والجميع مستمر في ممارسة هذه الضغوط على أمل أن يحصل تغيير في طريقة تفكير الرئيس ومن ثم في سياسته أو مقاربته لهذه القضية. أنا أعتقد أنه يعني الإعلام الأمريكي الذي يعني يعتبر بفقدانه جمال خاشقجي افتقد صحفيا يعني مهما، يعني صحيفة واشنطن، أنا أعتقد أنه يعني ربما من سوء حظ الحكومة السعودية أنها دخلت في هذه الأزمة، ولم تدخل فقط في هذه الأزمة بل أدارتها بطريقة سيئة، يعني هي أدارت الأمور بطريقة سيئة فأدى بها إلى أزمة، وعندما حصلت الأزمة أدارت الأزمة بطريقة سيئة، فمن سوء حظها عمليا أنها واجهت الإعلام الذي قرر عمليا أن يستمر في ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية وعلى كل الحكومات تقريبا. نشهد هذا ليس فقط في الولايات المتحدة، إنما نشهده أيضا في دول غربية عديدة أخرى، من بريطانيا إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى غيرها، في محاولة للكشف عن حقيقة ما جرى لجمال خاشقجي في السفارة في القنصلية السعودية، لأنه هذا برأيي يعني إذا قرأنا كل تاريخ الدبلوماسية الدولية لا نستطيع أن نجد حادثا مشابها لما حصل في القنصلية السعودية في إسطنبول، ومع إعلامي معروف أو وجه إعلامي معروف مثل جمال خاشقجي تم استدراجه بهذه الطريقة وتم يعني تصفيته بالطريقة التي تحدث عنها وسائل الإعلام يعني كما بات واضحا. لذلك أنا أعتقد أن هذه الضغوط سوف تستمر خلال الفترة القادمة
كما ذكرت لك لمحاولة. لكن ما الذي يمكن أن يجري على سياساته مروان خلال هذه المدة التي طالب بومبيو بإعطائها للسعوديين، أكثر من السيناريوهات التي نسمعها عن كبش فداء هنا أو عن تخريجة هناك؟ يعني أنا أعتقد أنه تم التوصل ربما إلى، يعني انت بتعرفي انه اصلا السعوديين خاصه يعني الامير محمد بن سلمان نفى بشكل قاطع يعني حصول يعني بقاء اصلا جمال خاشقجي في السفاره السعوديه، هو قال بانه خرج من السفاره، واستمر النفي السعودي او الانكار فيما يتعلق ب يعني اختطافه اختفائه يعني وما جرى معه. لكن في نهايه المطاف ونتيجه الضغوط بدات السعوديه تتعاون بشكل اكبر فيما يتعلق بموضوع، يعني هم وافقوا على تشكيل لجنه التحقيق، وانا اعتقد انه الافكار جاءت من الولايات المتحده، لان الولايات المتحده الامريكيه كانت تبحث عن مخرج من هذه يعني الأزمة الكبرى، أنا لا أعرف ماذا أسميها، يعني كارثة بالنسبة للسعودية، لأنه كما ذكرت لك يعني ما حصل يعني يثير حالة من الصدمة والذهول في كل الأوساط تقريبا الإعلامية والسياسية حول العالم. لذلك أنا أعتقد بأنه يعني خلال زيارة بومبيو إلى السعودية تم التوصل إلى هذا الاتفاق بأن يتم إنشاء لجنة تحقيق حتى يتم تخريج الأمور في نهاية المطاف، لأنه أنت بحاجة، لأنه هناك رأي عام عالمي ينتظر نتائج التحقيقات التي يعني يتم إجراءها. وتم تشكيل، تعرفي أنه فريق تحقيق مشترك سعودي تركي، وهناك فريق تحقيق آخر في السعودية، وهناك مهلة يقيل أنها أعطيت يعني أسبوع، ليست يعني لا أريد أن أذهب باتجاه أن هناك مهلة، لكن قال الرئيس ترامب بأنه خلال أسبوع سوف تظهر نتائج، ومرنا هذا الأسبوع مضت أيام على إتحال قال ذلك يوم أمس، قال إنه ينتظر أو سيعرف الحقيقة نهاية هذا الأسبوع، لكن بومبيو يتحدث بإعطاء مزيد من الوقت. دكتور مروان، خلال هذا الوقت هناك اجتماع سري لهيئة البيعة كشفت عنه صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أي ترتيبات يمكن أن تكون داخل البيت الحاكم في السعودية، هذا البيت المتصدع أصلا بفعل الأزمات الأخيرة؟ يعني اولا يجب ان ابدا بالقول بان البيت الحاكم في السعوديه مثل الصندوق الاسود حقيقه، مثل يعني لا، ليس هناك كثير من المعلومات نعرف عما يجري في داخله، وما نعرفه عمليا هي شذرات، يعني ليست معلومات انما شذرات من معلومات من هنا وهناك عن طريق ما يتم يعني ما تحصل عليه الصحافه خصوصا الغربيه. لذلك ما نتحدث فيه انا من وجهه نظري عباره عن تحليلات وليس عباره عن معلومات. انا ارى انه الضرر الذي وقع على السعوديه من خلال ما حصل للصحفي جمال خاشقجي هو ضرر كبير جدا، يعني على صورة السعودية، يعني لا أعرف أنه حصل ضرر على صورة السعودية مثل هذا الضرر منذ أحداث سبتمبر 2001، يعني منذ حوالي 17 عام. وأنا أعتقد بأنه هذا الضرر يعني لا شك أنه لحق بالأسرة الحاكمة السعودية كلها، لحق بي يعني بالحكومة السعودية باعتبارها حكومة مسؤولة عن تصرفات يعني مسؤوليها ومن يعملون فيها، يعني من أعلى المستويات إلى أقل لها. يعني هذا الضرر بدون شك سوف يكون له ردود أفعال معينة، لكن أنا عندي مجموعة أسئلة أكثر من إجابات. يعني على سبيل المثال أنا لا أستطيع أن أجيب على أي سؤال بدون أن أعرف أين على سبيل المثال يعني هل الملك سلمان ممسك بمقاليد الأمور؟ يعني أنا لا أعرف حقيقة هل هو مدرك لما يجري حوله؟ لماذا يختفي لفترات طويلة ثم يظهر فقط وقت الأزمات لإنقاذ ابنه؟ هل هيئة البيعة ادعى إليها الملك نفسه أم أنها انعقدت دون الملك؟ يعني صحيفة وزير الخارجية أيضا الجبير سري. دكتور أيضا لم يكن حديثه رنانا في هذه الأزمة ولم يكن ظهوره واضحا، كيف تفسر هذا الغياب؟ نعم هذا صحيح، لكن أنا ما كنت أريد قوله بأنه خلال السنوات الثلاث الماضية بعد صعود الملك سلمان إلى السلطة، يعني تقريبا 4 سنوات إلى الآن، حصل تهميش كبير لمراكز القوى الأساسية التي نعرفها في العائلة الملكة السعودية. يعني نحن نعرف أنه كانت أصلا موزعة السلطة في السعودية بين يعني بين الأخوة، بين أبناء الملك عبد العزيز في الداخلية، في الدفاع، في الحرس الوطني، يعني كان هناك مراكز قوى كثيرة فيما يتعلق بمن يمسك بالمشاريع الكبرى، يعني من يمسك برأس المال بالسعودية
الأمنية، هؤلاء كلهم تم ضربهم، يعني تم تهميشهم إلى حد كبير، ونحن نعرف ما حصل في الريتز كارلتون في العام الماضي. لذلك يعني أنا لا أعرف حقيقة من الذي اجتمع بطلب من حصل يعني بطلب من حصل الاجتماع، هل الاجتماع سري، هل هؤلاء إذا اجتمعوا سرا يملكون من القوة ما يكفي عمليا لفعل شيء لمثلا عزل ولي العهد، أين يقف الملك من كل ذلك؟ وسمعنا هناك فكرة أخرى بأن هناك محاولة لتعيين ولي لولي العهد، وطرحوا اسم الأمير طرحوا اسم الأمير خالد بن سلمان اللي هو السفير الأمريكي في واشنطن، وقيل بأنه هذا السبب الذي تم استدعائه من واشنطن. وهناك كثير من الأقاويل وهناك الكثير من، لكن كما قلت لك يعني من الصعب تماما. طيب دكتور مروان، ومع ذلك سنحاول تحليل هذه وجود أي شفافية المعطيات علها تؤشر على هذا ما نحاوله جميعا، ما هو آت على المدى المتوسط إن لم يكن المدى القريب. اسمح لي أن أتركك قليلا لنحاور أيضا ضيفنا من واشنطن، التحق بنا متأخرا سيد سيغورد نيوباور، باحث في شؤون الشرق الأوسط وخبير في العلاقات الأمريكية الخليجية. أهلا وسهلا بك سيد سيغورد معنا إلى الخبر. بقية سأعود أعيدك إلى ما تحدثنا به في البداية عن مطلب بومبيو بمزيد من الوقت للسعوديين، رغم أنه يقول في نفس الجملة بأن العالم يريد معرفة الحقيقة في أسرع وقت ممكن. كيف تفسر وتحلل لنا هذا الموقف؟ The United States is engaged in a diplomatic process. الولايات المتحدة تحاول مساعدتي في التحقيقات والتعامل مع الممثلين عن تركيا والسعودية، مع القيادة السعودية كذلك، ومما فهمنا لم يتم توفير له أي نسخ أو أي تسجيلات صوتية أو مرئية لما تدعي السلطات التركية أنها لديها. وقد قالت الولايات المتحدة أنها في انتظار نتائج التحقيقات التركية والسعودية. ومن البيان الذي صدر اليوم أن هذا سيتم في خلال اليومين القادمين، وبين الآن وهذا الوقت فستقوم السلطات التركية بتأكيد ادعاءاتهم إذا ما كانوا على حق، إذا ما كان جمال خاشقجي قد قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. لكن ألا تعتقد سيدي بأن الولايات المتحدة بهذه المواقف، سيما دعنا نخصص يعني موقف ترامب ووزير خارجيته عدا عن المؤسسات الأمريكية الأخرى التي لها موقف مغاير تماما، ألا تعتقد أنها تعطي فرصة أخرى للسعودية لإيجاد مخرج ممكن لجريمة تشير كل الدلائل أن ولي عهدها على علاقة بها؟ I don't think the United States لا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخرج من هذا الموقف في هذا الوقت، أن الأدلة يجب أن يتم إخراجها للعامة، فإن هناك أساليب ديمقراطية وهناك محاورات بين السعودية وتركيا. والسؤال الذي يتم هو ما هو نوع شكل الذي هل فقدت الشرعية لهذه الادعاءات فيما حدث لجمال خاشقجي؟ أعتقد أن هناك الكثير من الدبلوماسية التي تعمل وراء الصورة لإنقاذ صورة السعودية، والقيادات للحزبين يحاولون يسألون إذا ما كان ولي العهد لديه شرعية الآن بعد ما حدث في إسطنبول. فالسؤال هنا إذا كانت هذه هي المحادثات التي تتم، فما سيكون الناتج؟ ونحن لا نعرف حتى الآن، ولا أظن أن الجمهور الأمريكي والرئيس الأمريكي سيتقبلون هذه
الإجابات التي تتعلق بهذه الجريمة التي تمت. إذن لماذا تثق الولايات المتحدة بتحقيقات تجريها للسعودية؟ هناك مثل يقول قيل للسارق أقسم أو احلف فقال قد جاءني الفرج. I don't think that's how we need to look at it. أنا لا أعتقد أن هذه هي الصورة التي يجب أن ننظر إليها. فبعد الظهيرة اليوم فوزيرة الخزانة قال أنه ألغى زيارته لندوة في الرياض وقال للجميع أنه لن يحضر هذا والكثيرين أيضا ألغوا زياراتهم. فإن الضغط الشعبي في الولايات المتحدة يتزايد تجاه الرئيس ترامب حتى يتخذ إجراءات في هذا الإطار. وهناك مباحثات بين السعودية والولايات المتحدة لوضع حل حيث أن الأدلة حتى الآن تؤكد أن هناك أمر جسيم حدث لسيد خاشقجي وهذه القصة لن تذهب طي الرياح ولكنها ستؤثر على البيت الأبيض وليس هناك أي فرصة لتبييض وجه أحد. فاليومين القادمين سيجدان حلا لما حدث ونحن لا نعرف ما الذي سيكون عليه هذا الحل. ولكن كل المؤشرات تؤدي إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالضغط على السلطات السعودية. بناء على هذه المؤشرات دكتور مروان قبلان من الدوحة، هل من المبالغة التصديق بأن بداية نهاية بن سلمان وبداية تخلي الولايات المتحدة عن بن سلمان أصبحت وشيكة بعد قضية خاشقجي؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن يوما يعني ليس لها نوع من الولاء لأي شخص بأي سلطة في العالم. يعني دائما يعني وفائها الحقيقي لمصالحها ووفائها الحقيقي وعلاقتها دائما هي تنظر لعلاقتها بالدول. يعني أنا أذكر تماما ما قرأت مذكرات الرئيس كارتر عندما حصل جدال شديد داخل إدارته بين وزير الخارجية في ذلك الوقت سايرس فانس وبين مستشار الأمن القومي زبجن بريجنسكي، وكانوا يتجادلون حول مستقبل الشاه في إيران، هل نتركه يسقط ونحافظ على إيران ونعترف بالحكومة الجديدة أم نقاتل حتى آخر قطرة دم إيرانية ونحتفظ بالشاه. فخلاف شديد في نهاية المطاف طبعا خسروا الشاه وخسروا إيران. هلا في السعودية أنا أعتقد أنه رئيس مثل هذا الرئيس رئيس براغماتي واقعي إلى حد كبير، يبحث عن مصالحه بالدرجة الأولى. وإذا كانت مصالحه تقتضي في هذه المرحلة برأيي الدفاع عن ولي العهد السعودي وربما في مرحلة لاحقة تقتضي منه ربما التخلي عن ذلك، ليس هناك موقف إيديولوجي دكتور مروان للولايات المتحدة. الأمير محمد بن نايف كان رجل مكافحة الإرهاب، كان المقرب من الاستخبارات الأمريكية، لكنه بالأخير أزيل مقابل شخص صحيح. آخر، هل تختلف المعايير هذه المرة؟ هذا صحيح. لا أنا ذكرت لك يعني في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالحها، وأنا أعتقد أنه من مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هو الحفاظ على استقرار السعودية في هذه المرحلة تحديدا. وهي يعني ذكر بومبيو بشكل واضح وصريح بالأمس أنه لدينا مصلحتين، وترامب عفوا قال لدينا مصلحتين أساسيتين مع السعودية، دعك من صفقات الأسلحة والمليارات التي تعنيه، لكن إذا تحدثنا عن السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة قال نحتاج السعودية في مواجهة إيران ونحتاجها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. فإذا كان باعتقادي استقرار السعودية يعني أنا اعتقادي استقرار السعودية يعني الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذين الهدفين تحديدا. فإذا كان الاستقرار يعني مقابل الاحتفاظ بولي العهد أو أن يعني يتم التخلي عنه، لا أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن كثير من حلفائها في السابق من الشاه إلى مبارك إلى كما ذكرت محمد بن نايف. يعني حتى ولو فرضنا أنها بداية النهاية لبن سلمان وأن أخيه يجهز لهذه المهمة، هناك إشكالية في المنظومة برمتها، هل سيتغير أمر بالنسبة للسياسة السعودية الداخلية والخارجية سواء بقي بن سلمان جراء قضية خاشقجي أم رحل؟
أنا واضح أنه مع مجيء بن سلمان حصل تغير كبير في السياسة السعودية. يعني ليس عهدنا هذا بالسياسة السعودية بمعنى ماذا أقصد هنا؟ أنا أقصد أنه السياسة السعودية في السنوات الأخيرة تميزت بشيء من الاندفاع، وإذا لم أشأ القول للرعونة، لأنه يعني على مدى السنوات 3-4 الماضية الآن يعني يمكن أن نتحدث عن لا يخرجون من أزمة إلا ويدخلون في أزمة أخرى. يعني السعودية لم تكن تتبع هذا النوع من السياسة الخارجية في عهود سابقة، إنما كانت تتبع يعني مقاربة أكثر هدوء، أقل مرئية. شكرا. فيما يتعلق بهذه السياسة في عهد محمد بن سلمان أراد أن يقدم نفسه باعتباره مختلف، فكما ذكرت لك يخرج من أزمة ليدخل في أزمة أخرى. لذلك شكرا. يمكن أن يحصل تغيير في السياسة الخارجية السعودية إذا حصل تغيير في القيادة السعودية. شكرا. من الدوحة دكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وشكرا لضيفنا من واشنطن سيغورد نيوباور، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وخبير في العلاقات الأمريكية الخليجية. الخبر بقي ينتهى، شكرا للمتابعة.